بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم المهندس إبراهيم، وإن شاء الله اليوم في درس جديد وشرح جديد من سلسلة الفوتوشوب المعماري. راح نتعلم فيها اليوم كيف نعمل إفكت أو تأثير وهج الشمس لمشهد انتيريور، مثل ما احنا شايفين الفرق بين قبل وبعد. طبعا اليوم راح يكون شغلنا على أمر جريدينت. راح نتعلم كيف نوصل فيه النتيجة اللي بدنا إياها. في البداية راح نبلش من قائمة الأدجستمنت، هون نختار أمر جريدينت، وراح يعطينا هون هذا البوكس الخاص في إعدادات الجريدينت. راح نغير اليوم شغلات بسيطة منه، اللي هي أول شغلة اللي هي الستايل. راح أختار هون شكل التدرج اللي أنا حابه. راح نختار نتيجة أنجل لأنها راح تفيدنا في الشغل حاليا، وراح نضغط على أمر جريدينت. راح نغير فيها شغلات بسيطة لتعطينا الإفكت اللي بدنا إياه. أول شي راح نغير اللي هو الجريدينت تايب، نخليها من سوليد لنويز. راح تلاحظ إنه صارت ملون عندي بالشكل هذا، مش مشكلة. راح نغير مود الألوان ونسحب اللون للصفر، بلاحظ انه صار عندي درج ابيض واسود. بعدها راح نزود قيمة الرفنس، بتلاحظوا انه صارت الالوان عندي اوضح، بس لا زالت ما اعطت النتيجة اللي بدي اياها. فبضغط هون امر ترانسبيرنسي اد ترانسبيرنسي، فهيك اقرب صار للنتيجة اللي بدنا اياها. ممكن نضغط هون راندومايز لحتى نختار افكت اقرب النا مثل ما احنا حابين. اخترنا الافكت واعتمدناه، بنضغط اوكي. قبل ما نضغط اوكي نهائية راح نغير في موقع التدرج او الجريدينت. هلا لو الشمس كانت عندي مبينة من طرف الشباك بخلي مركز الانجل في مركز الشمس، لكن مبين من المشهد انه الشمس جاي من الخارج، فممكن ازيح الشمس هيك وبضغط اوكي. طبعا راح نغير اللاير مود للسكرين، او ممكن تجربوا بعض المود هون تلاقوا ممكن شيء افضل، لكن احنا حاليا راح نختار سكرين. وراح نعطي لون للافكت هذا، بس قبل ما نعطي اللون راح نعطي شوية نعومة للافكت عن طريق امر فلتر بلير جيجن بلير. طبعا راح يعطيني البوكس هذا، يطلب مني اني احول نوع اللاير اما لسمارت اوبجكت او لاير عادي. انا راح اختار سمارت اوبجكت، نضغط اوكي. هون نختار القيمة اللي شايفينها مناسبة للمشروع والشغل. طبعا مثل ما احنا متعودين ما في قيمة ثابتة، حسب المشهد وشو بيحتاج والصورة. مثلا ولتكن 15 اوكي. طبعا بتلاحظ اني اخترت سمارت اوبجكت لانه هون راح يعطيني الافكت وفينا اعدل عليه بعد ما اخلص. يعني مثلا لقيت ان النتيجة مش مناسبة 15 بدي ازود او اقلل، فبغير في الارقام من هون، لهيك ما عملته لاير عادي. وبعدها راح نضيف لون للشمس عن طريق نفس الشيء من قائمة الأدجستمنت. نجي نختار حاليا أمر الهيو أند ساتوريشن، راح نضغط أمر كلرايز. هون بنلاحظ إن الصورة صارت عندي ملونة، بس أنا ما بدي الألوان على كل الصورة، بدي إياها فقط على اللاير اللي هو لاير إفكت الشمس. بضغط على الأمر هذا اللي هو بخلي الإفكت فقط على اللاير التحتية. بنلاحظ السهم اللي صار عندنا، فمعناها اللاير هذا التأثير الخاص فيه بس على اللاير هذا. ومن هون راح نغير اللون الخاص فينا الخاص في الشمس، ممكن نزود ساتوريشن، نقلل، نختار اللون. طبعا إذا أنا شغال يعني الدرس اليوم مش بس لإنارة الشمس، ممكن لإنارة بعض الإنارات الارتفيشال، ممكن أختار لون ارتستيك يكون لشغلي، لكن بما إنه اليوم نحكي عن إفكت الشمس ممكن نختار لون مناسب. فينا نتحكم كان في اللايتنس والساتوريشن. طبعا النتيجة مبالغ فيها شوية، لهيك راح نروح لللاير نفسه ونخفف الأوباسيتي. وكمان راح نضيف ماسك على اللاير، ومن أداة البرش نختار برش ناعمة، وراح نحذف بعض الأجزاء اللي مبين انه الإفكت فيها أوفر. ممكن نكتفي بالقدر هذا، او ممكن نضيف خطوة تانية لوهج الشباك. نفس الشيء ممكن نختار لاير جديد او بدون حتى نعمل لاير، بس مش مشكلة. صرنا اخترنا لاير جديد ونضغط هون على امر جريدينت، تلاحظوا انه الجريدينت صارت نفس اللاير، بس المرة هاي ما راح نختار انجل، راح نختار راديال. ومن راديال هون ممكن نجي على البيسك، اهم شيء نختار انه هذه اللي هي الشفافة. في اللون الأساسي هون نختار كلر، ممكن نختار لون أبيض، أو حتى ممكن نختار لون شوي أصفر، ممكن ناخد اللون من المشهد. أوكي، والنهاية هون تكون عندي مثلا لون أورنج لنهاية الإفكت أو أصفر.
نضغط اوكي وراح نغير مثل ما تعودنا مكان الشمس، ممكن نتك الافكت هون، بس راح نغير في قيمة السكيل هون، كل ما زودنا فيها بزود قيمة الوهج وكل ما قللناها بقلل قيمة الوهج. ممكن نختار القيمة هاي فرضا، حتى ممكن نرجع هون نعدل، ممكن نضيف نقطة هون بحيث تعطيني لون تاني، واللون هذا يكون برضو لون أصفر مثلا، بتلاحظوا شكل الإفكت يتغير. يعني لو في شمس مبينة في المشهد عندي بنخلي هاي النقطة في مركز الشمس وبتعطيني النتيجة اللي بدي إياها. ممكن نستغني عنها حاليا. أوكي هون موقع الشمس مناسب أوكي، بس النتيجة لسه مش مرضية، فبنجي بنغير المود لللاير لهارد لايت، وراح أكيد نخفف الأوباسيتي، وهيك بنكون حصلنا على الإفكت اللي هو الخاص بالشمس، هيك قبل وهيك بعد. بتمنى درس اليوم يكون مفيد إلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.